يحكى أن لبوة كانت عشاء، فقالت للأسد إنني جائعة، فخرج الأسد من عرينه ليبحث عن فريسته، فوجد أرنبا وزخه من صبخان. بينما هو زخ الأرنب خطف عليه غزال، فقال في خاطره إن هذا الأرنب ما يقطني، فعق الأرنب عليه صوب ووثب وراء الغزال، ولكن الغزال طلع أسرع من الأسد، فرجع الأسد ناكسا رأسه ومستحقر. وفي طريقه إلى العرين وجد صيادا، فقال له الصياد ما بال ملك الغابة ناكسا رأسه ومستحقر؟ فقال له الأسد إن لبوتي عشاء، خرجت لأبحث عن فريسة ولم أجد. فقال له الصياد أنا لقد اصطدت 10 حمامات، خذها أنت ولبوتك. فقال له الأسد ما اسمك أيها الصياد؟ فقال الصياد أنا اسمي خالد. فقال الأسد روحي بسمي خالد نياني ولد، أنا قايل بسمي خالد نياني ولد، خالد مقلد في الزمان الخالدي. الله يعطينا ويعطيكم الصحة والعافية، مرحبا يا نود.